أنا والفنانة نوال الزغبي وأتمنى لها دوام النجاح في مسيرتها الفنية. بهالكلمات القليلة أعلن باسكال مغامس انفصاله عن نوال، لطل نوال بنفس التوقيت بصورة مع خيه مارسيل الزغبي اللي على ما يبدو تولى إدارة أعمالها إلى جانب كونه مدير أعمال النجم وائل جسار. وما ترددت نوال توضح على تويتر وتقول بالحرف: الانفصال المهني بيني وبين الصديق باسكال مغامس ما بيعني أنه في خلاف. ونوال سعيدة جدا بأصداء أغنيتها وكليبها الجديد عم بحكي مع حالي اللي حصد خلال أسبوع واحد 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. ومثل ما عرفنا فباسكال كان رفقة إلى رومانيا لتصوير الكليب، وكان عم بينزل تغريدات إلها علاقة بالكليب على حسابه الخاص، وهذا بيعني أنه خلاف كبر خلال الأيام القليلة الماضية، وقرار الانفصال عن بعضهم مهنيا تم اتخاذه بهالفترة نفسها، ويمكن هذا سبب غياب اسمه على جنريك الكليب. عم بمشي وحدي اشتلقى